في النهاية شيء مرضي للكل. صحيح. وكما ذكرت منى، من حق كل سوداني أنه يسافر ويصل إلى أي مكان حرا، وهذا واحد من حقوقه. صحيح. ومن حقوقهم علينا أنه يكون في تجوال كبير برضه من خلال كاميرا صباح الشروق في كل مكان في السودان عبر عدد من الفقرات والتقارير المتميزة. فرحين يقابلونك في كرم وبساطة، وليس هذا بغريب على أهل الجزيرة. فقرية الشبارقة التي تقع جنوب شرق مدينة ود مدني وتقطنها مختلف القبائل، شكلت نسيجها الاجتماعي المتداخل الذي استقر بهذه البقعة من أرض الجزيرة ممارسا لمهن الزراعة والتجارة وغيرها من المهن المختلفة. التعليم في هذه القرية بدأ مبكرا عبر ظهور الخلاوة القرآنية، ليأخذ مع مرور الزمان شكل التعليم المدني. فأسست أول مدرسة للبنين بالقرية في العام 1996، لتتبعها مدرسة البنات، ويرجع الفضل في تأسيسها للشيخ يوسف جميل الذي قدم العديد من الخدمات لقريته، أبرزها تخطيط المباني السكنية. أيضا بالقرية كلية المجتمع، وهي تتبع لجامعة الجزيرة. كما تعتبر قرية الشبارقة من المناطق الأثرية، ويرجع هذا لاكتشاف بعض مواقع الآثار بها متمثلة في مقابر قديمة وجدت بها أشكال متعددة من الأواني والتشكيلات الفخارية. ارتباط القرية بوجدان أهلها وحبهم لها هو ما تستقيه كلماتهم في وصفها والفخر بها، فهم بها متيمون، تجري ألسنة شعرائها بنظم الحرف تقديرا لها. أما عادة دق النحاس كما تنطق بالعامية السودانية، فهي من أقدم التقاليد التي تمارس، ولها خصوصيتها في تحديد المناسبات التي يقرع فيها النحاس بطريقة تختلف من مناسبة عن الأخرى. سحر وسر لهذه الأرض الخضراء التي يمنحها نهر النيل الأزرق جمالا طبيعيا يلهم المكان أن يكتسي بفرح أصيل، ليزعد الزمان بهذا الإبداع. زند من دلك شوية وكثير الأشواق عليها، زند من دلك شوية وكثير الأشواق عليها. صور متعددة تعكس الثراء الحضاري الممتزج بأنفاس القرية في تجانس صاغ وجدان أهلها بحلاوة المعشر ونبل الإحساس الأصيل.